بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل حلقه النهارده من حلقات العيد، حاجه كده تحفه. احنا على الهوا وان شاء الله الارقام هتنزل لكم حالا، وتنورونا باتصالاتكم وتحت امركم في اي سؤال. بصوا بقى، اول حاجه هنعمل الطرب. معانا منديل ضاني بقى، وهقول لكم نعمل طرب لذيذ جدا وسهل قوي قوي، ان شاء الله تجربوه بالهنا والشفا. الوصفه الثانيه هنعمل حلويات المذبح. حلويات المذبح دي كده بيبقى ليها يعني لازم كده ليها زهوه كده، ولازم ناكلها على الفطار في اول يوم العيد. هقول لكم ازاي برضو تعملوها، وصفه ظريفه وسهله جدا ان شاء الله تعجبكم. هنخش على طول في اول وصفه، الطرب الضاني. هقول لكم ازاي نعمله. انا معايا منديل ضاني. المنديل ده اللي هو الغطا بتاع المعده، يعني ها بتاعه الخروف، تمام؟ بيبقى شكله زي ما انتم شايفين كده. الجزار هو بيذبح بقى، بيطلعه. انت عايزه تشتريه من عند الجزار مفيش مشكله خالص. فالمنديل ده بنجيبه بيبقى ضاني، بيتغسل كويس قوي. ممكن نحط له شويه ملح كده مع ميه جاريه ولا حاجه، بحيث ان احنا نطمن ان هو نظيف وزي الفل. نبتدي بقى نعمل الكفته بتاعه الطرب. عباره عن ايه؟ لحمه مفرومه، اي كميه من اللحمه المفرومه حسب انت هتعملي قد ايه. احنا معانا تقريبا اقل من نص كيلو لحمه مفرومه. هنحط معاها تفل بصلايه. تفل بصلايه ده يعني ايه؟ يعني البصلايه كبيره، بنبشرها بشر ناعم بالمبشره، ونعصرها من ميتها، وناخد التفل بتاعها بس. الميه بتاعه البصلايه دي بقى ممكن نتبل بيها فراخ مشويه، نتبل بيها البفتيك، نتبل بيها الكباب، الكلام ده كله. لكن احنا عايزين في الكفته التفل بس بتاع البصل. معانا كمان ملح وفلفل ومعلقه صغيره من البيكنج سودا علشان نعجن العجينه الظريفه بتاعت اللحمه المفرومه اللي هنحطها في الطرب. بس كده، شفتوا؟ ولا اي حاجه تانيه. عايزين نطلع بوله كبيره ونحط فيها اللحمه المفرومه. زي ما قلت لكم الكميه اللي انتوا عايزينها، انا اللي معايا دي كميه هنقول انها نص كيلو، هي اقل شويه من نص كيلو. واحط لها ملح وفلفل، ملح وفلفل ورشة جوز الطيب ونص معلقة صغيرة من البيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، تمام؟ ممكن نستبدلها بالبيكنج باودر. ومعانا تفل بصلاية زي ما اتفقنا كده، ونعجن الكلام ده كويس قوي كده مع بعضه. اهو زي ما انتم شايفين كده بإيدي، عايزة ايه؟ اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل تبقى ايه؟ مهروسه كويس قوي. بصوا كده اهو بالشكل ده، بس كده هي تمام التمام وزي الفل. انا ممكن اخدها احطها في الطبق ده كده، علشان ايه؟ البوله دي كبيره قوي. هشيل البوله دي ورا، والقرمه النظيفه الظريفه اللي معايا دي هستخدمها اهو. ونجيب المنديل بتاع الخروف. بسم الله اهو، بصوا المنديل الضاني بيبقى لذيذ بقى، مش قادره اقول لكم. ياه الطرب ده حبيبي 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 كده بالشكل ده. ومعايا بقى ايه؟ السكينه. عايزه اجيب السكينه الكبيره او الصغيره عادي برضو مش مشكله. عايزين كده ايه؟ اوضب كده شكله عشان اعرف احط فيه اللحمه. كده انا كده ايه؟ برتبه علشان يبقى جاهز ان احنا نحط له. عايز اشيل اي حته بصراحه، بصوا فيها كتل كده، كل الكتل دي انا مش محتاجاها. بس كده هنتبل المنديل الظريف ده برشه ملح وفلفل، رشه ملح كده على الوش ورشه فلفل اهو، تمام. ممكن نحط 7 بهارات كمان لو حابين او حاجه. وهناخد من اللحمه المفرومه اهو كده، كاننا بنعمل كفته. نحطها كده، وناخد برضو تاني من اللحمه. زي ما قلت لكم احنا عايزين نعجن اللحمه ايه؟ كويس قوي.
كده بحيث انها ايه تبقى ملفوفة كويس ولازقة في بعض كده ومكملة الطرب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. وهقوم لفاها لفة وكمان لفة اهو كده تمام. ممكن كده ونقطعه بالسكينة كده عشان نعمل برضو في الجزء التاني ده كده اهو. نعمل ايه بقى؟ انا معايا الطاسة هنا سخنة جدا، هحط فيها معلقة زيت كده. واحنا بقى لو عندنا الخلة، عارفين خلة الشيش طاووق هي فين؟ اه اهي. استنى هقولكم على طريقتين. انا هعمل ايه؟ هقطعها كده. لا ما تخافوش الحلة ده انا مسخناها الطاسة. نصه كده اهو مثلا بالشكل ده علشان نحطها في الاسياخ. هوريكم حالا دلوقتي شكلها كده. وناخد بقى ايه الطرب بالشكل ده نحطه كده عشان يبقى ماسك نفسه وايه مظبط نفسه. بصوا كده وهبططها كده وهخليهم جنب بعض اهو كده. الطريقة دي ظريفة جدا جدا للطرب اهو بالشكل ده. وناخد كمان واحدة هنا معانا أستاذة نجلاء. ألو أهلا وسهلا. ألو ألو ايه التليفون راح فين؟ بصوا ادي كده اول سيخ ظريف. ناخد سيخ تاني. الطريقة دي بقى في الطرب مش قادرة اقول لكم على اللذاذة. ممكن بقى في الجريل او طاسة براحتكم خالص زي ما انتوا عايزين. احنا بس عايزين ايه الطرب بيستوي. هلف دي كده عليها كويس قوي اهو. وهتفضلي تعملي كده في بقية المنديل كله نفس الحكاية. وانا عايزاكم بصوا زي ما انتوا شايفين كده ايه انا بدوس عليها بايدي كده بالشكل ده اهو. عايزه اجيب الجريل. ممكن اجيب الجريل دي. استاذه نجلاء رجعت؟ ايوه مع حضرتك. ايوه اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وحضرتك طيبه. انا بحب حضرتك يا حبيبتي. والله اتشرفت بيكي قوي. اهلا وسهلا. الله يخليكي. ممكن حضرتك تقولي المعيار بتاع ربع كوبايه زيت قد ايه في كوبايه؟ اه ربع كوبايه زيت قد فنجان القهوه. يعني لما تبقي عايزه ربع كوبايه زيت مثلا وما عندكيش ربع كوبايه معيار. عارفه فنجان القهوه ده ربع كوبايه. ايه رايك؟ حلو ده. ما ينفعش في الكوبايه حضرتك كنت قلت اللي هو نص كوبايه ومعلقه كبيره صح؟ اه ده على ايه؟ ده انهي وصفه؟ على البيتزا حضرتك. على البيتزا؟ على فطيره الكبده. على فطيره الكبده؟ في العجينه قصدك؟ يعني تلت كوبايه. قصدك تلت كوبايه؟ ما هو تلت كوبايه ده ربع كوبايه حضرتك. بصي تلت كوبايه يعني ربع كوبايه وعليها معلقه كبيره ده كده تلت. لكن ربع كوبايه عادي ربع كوبايه. فهمتي قصدي؟ لكن التلت هو اللي بيبقى اكتر من الربع بمعلقه. انا فاهمه صح كده ولا الدنيا دخلت في بعض؟ فهمتي قصدي؟ حصل ايه؟ الو طب ماشي حضرتك سامعاني كده؟ قولي لي انا سامعاني. بالنسبه للجمبري ماله بقى؟ ممكن هو لما بيبقى متجمد افكه بيتفرش منه. هقول لك الجمبري انا لما بحب اشتغل بيه على طول في طبق غويط وتحت الحنفيه على طول بيفك مفيش في دقيقتين. وبعد كده اصفيه من الميه واشتغل بيه على طول. الجمبري اسهل حاجه في الدنيا حبيبه قلبي منورانا. بص انا بعمل ايه بقى في الطرب؟ هفضل اسويه بالشكل ده وعلى الناحيتين وفي كل حته. بصوا اهو. طبعا انا عارفه السؤال اللي هيجي لي لان انا الوصفه دي. مروه هي كده اللحمه هتستوي؟ طبعا هتستوي. طبعا بصوا طبعا طبعا 10 طبعا اكيد اللحمه هتستوي طبعا. ما تقلقيش خالص من الحكايه دي. هياخد لون حلو زي ما انتم شايفين كده
نصه اهو، اخر شويه طرب كده شياكه لذيذه بعد ما بيستوي. احنا الفكره في الحركه دي ايه؟ ان احنا اللي حاطينه في الاسياخ ان الطرب لما بيلف على الكفته ونحطه في السيخ بيبقوا لازقين في بعض فبيبقى ماسك نفسه. بعد ما بنخلص الكلام ده كله بنقدر نفصلهم بقى عن بعض، بننزلهم من السيخ، مش بنقدمهم بالسيخ، بننزلهم كده في طبق كده يبقوا مفرفطين في عيش بلدي بقى مع جرجير مثلا. ايه كلوا بقى براحتكم بقى مع سلطه الطحينه، شويه طرب كده في منتهى اللذاذه زي ما شفتوا بيخلص في ساعتها. يعني اكله كده في السريع ان شاء الله تجربوها وبالهنا والشفا. واحنا طبعا عاملين طبق هناك لذيذ وحاطين معاه ممبار، احنا كنا عاملين ممبار ادينا له تحميره كده وقلنا ايه نوزعه النهارده معانا، حاطين شويه مع الطرب اللي احنا عاملينه وحاطين شويه بقى ايه برده مع الوصفه اللي بعد كده اللي هنعملها مع بعض بعد الفاصل اللي هي حلويات المذبح. بس انا عايزاكم تجربوه بقى وتقولوا لنا ايه رايكم. هنروح فاصل بسرعه، وطبعا قبل ما نروح فاصل كميه المنديل هنعمل نفس الحكايه، نحط اللحمه ونبرمها ونقطعها وندخلها في السيخ نفس كل حاجه. فاصل بسرعه ونجيب بقى ايه المقادير بتاعه حلويات المذبح بتاعه الصبح دي في الفطار. خليكم معانا. جيت احنا معاكم على الهوا. بصوا عملنا الطرب قبل الفاصل، خطير خطير وريحته مكسره الدنيا، وابتدى هو يستوي خلاص يبقى زي الفل. بعد ما بيستوي بنطلعه كده بس يهدى شويه ونبتدي نخرجه من الاسياخ، بيبقى مفلفل بقى كده يعني ايه كور كده او قطع من الطرب، خطير. عايزاكم تجربوه ان شاء الله يعجبكم بالهنا والشفا. الوصفه الثانيه معانا دلوقتي حلويات المذبح اللي دايما بنعملها على الفطار الصبح اول يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين. عباره عن ايه بقى؟ بصوا انا معايا تشكيله بقى ظريفه من الكبد والقلوب، معانا كمان اللي هو بس هقول لكم بالظبط، قلوب وكلاوي وكبده ونفوس. القلوب اهي وادي الكلاوي، يا سلام على الكلاوي وحلاوتها، والكبده والنفوس. النفوس دي بتبقى عند الرقبه كده، ممكن ما ناخدش الكميه دي كلها، ممكن ناخد حبه منها بس. هي دي بتبقى حلويات المذبح اللي بنشوحها الصبح على الفطار. في ناس بتسلقها الاول وبعد ما بتسلقها تشوحها، ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. هي على طاسه سخنه فيها معلقتين زيت ونبتدي ننزل بالحاجات نشوحها حاجه في حاجه. بننزل اول حاجه بالقلوب، بننزل بعد كده بالكلاوي، وبعد كده النفوس، واخر حاجه بنحطها الكبده. تمام، تعالوا كده اطلع القرمه دي واجيب كده السكينه ونقطع لنا كده شويه حلوين، هم دولت اللي نستخدمهم دلوقتي مع بعض. انا هاخد القلوب اهو كده، ممكن نقطعها مكعبات بالشكل ده، مش هتاخد وقت خالص في التسويه. كده شويه ايه القلوب، هاخد شويه كمان اهو. احلى حاجه على الصبح ياه، او على الظهر حتى، او على اي حاجه، القلوب والكلاوي والكبده ياه. بصوا دي الكلاوي هنقطعها برضو كده، هي بتبقى ممكن شرايح او مكعبات زي ما تحبوا كده. ناخد شويه برضو كلاوي تاني ونقطعها. لما بنقطعها كده حجم متوسط بتبقى ظريفه على طول انها تستوي، ما بتاخدش وقت. فاهمين قصدي كده؟ ادي هنا ناخد كمان كام واحده كلوه وخلاص اهو. زي ما قلت لكم ضروري طاسه سخنه جدا. تمام، انا عايزه هنا الطرب ده كده بنقول له شكرا اهو، نطلعه كده يهدى بس كده شوية. نشيل الجريل بقى دي عشان عملت دخنة فظيعة. الطرب زي ما انتم شايفين يهدى بس كده شوية، ونقوم على طول ايه فاصلينه من الاسياخ الخشب بس كده. انا بقى بالنسبة لايه القلوب والكلاوي اديني كده قطعتهم اهو، هما اول حاجة هتنزل في الطاسة السخنة اللي فيها معلقتين زيت. يلا بسم الله. كده
مدام كميتهم مش كبيرة على الطاسة والطاسة سخنة خلاص كده زي الفل. عقبال ما ياخدوا التشويحة هناخد شوية كبدة برضو من هنا برضو كده نقطعهم اهو تبقى مكعبات بالشكل ده. ناخد حتتين كبده كمان وعايزه برضو اخد نفوس. زي ما قلت لكم النفوس دي بتبقى موجوده عند الرقبه تمام كده. ونقطع برضو منها كده حتت صغيره مش كبيره. كل ده بقى يتشوح ويبقى مش محتاج خالص ان احنا نسلقه ولا الكلام ده، لان هو لما بيتسلق طعمه بيتغير. خلوا بالكم كده اهو النفوس. النفوس يا استاذة سمر النفوس. يلا انا بقى مش قادرة اقول لكم انا بحب الاكلة دي ازاي، سواء في العيد او غير العيد بتبقى سريعة وطعمها تحفة. شوفوا بقى هنا الريحة تجنن. بصوا شكلها عامل ازاي، ولا نزلت ميتها ولا اي حاجة. الطريقة دي تسوي بيها القلوب والكلاوي خطيرة. عايزة اجيب، تعالي انت بصوا اللذاذة، نوسع كده وننزل النفوس. واخر حاجة هننزلها الكبدة، فاهمين قصدي كده. حاضر يا استاذة لميس، يا سلام السندوتش ب 75 قرش بصوا اهو عايزة النفوس كده النفوس تخش في الحكاية. وبعد كده اخر حاجة هنحطها الكبدة، ومعانا بقى بصل، معانا ثوم، فلفل رومي اخضر، رشة شطة، ملح وفلفل. عايزين تحطوا كمان مثلا رشة كمون مفيش مشكلة. عايزين تحطوا بهارات لحمة او بهارات مثلا 7 بهارات مفيش مشكلة اهو كده. ده اللي انا عايزاه. هحط معلقه زيت كده واحده بس، معلقه صغيره خالص كده. وننزل بقى بالكبده. يلا بس انا عايزه اوسع لها مكان برضو. يلا يا كبده اللذاذه بقى كلها. هنحط بقى رشة ملح كده ورشة فلفل، ونبتدي نقلب الكلام الظريف ده كده مع بعضه. حاسه ان انا محتاجه ازود شويه زيت، بس هغير بقى الجلوفزات دي. نحط كده برضو، يعني انا بحبش ازود زيت قوي معاها عشان تبقاش مدهننة، بس وانا بقلب لو حسيت انها كده عطشانه زيت احط معلقه في معلقه، فاهمين قصدي. بس من الاول بلاش احط كميه كبيره، عشان كده انا هحط شويه زيت كده حاجه بسيطه بس كده اهو. نبتدي نحط بقى التوابل الظريفه، والبصل برضو، شويه بصل، ثوم، فلفل رومي اخضر كده، رشة شطة خفيفة خفيفة خالص. وزي ما قلت لكم ممكن تحطوا 7 بهارات او بهارات لحمة هتبقى برضو حلوة قوي. بس كده، بس كده خلصنا خلصنا. ونفطر بقى عيش بلدي بقى كده، كل واحد ياخد له سندوتش هيبقى يا سلام. انا عايزه اتاكد ان انا شم ريحه الثوم عشان يبقى تفاعل مع الكلام ده كله، وهتلاقوا كل الكلام الحلو ده استوى. اصعب حاجه فيهم بتبقى القلوب والكلاوي، فايه بصوا سهله القطع على طول ولا الهوا. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لنا ايه رايكم بجد، علشان انا استاذه في الحوار ده وبحبه قوي، وعايزه اوريكم بقى الطرب. بصوا برضو، حاضر يا جماعه حالا اهو. بصوا بقى الطرب، ابتدي افصله بقى كده اهو.
هتلاقوه بقى شبه الكور كده عادي خالص اهو. ممكن بقى ايه ناخده ونروح بيه على الطبق اللي هناك. احط بقى هناك كده اهو طرب مشوي اخر لذيذة مع رشة كده ايه بقدونس، وهنا برضو لا خلاص انا شميت ريحة الثوم كده والدنيا بقت عظمة. نجيب بقى الطبق الحلو ده علشان نبتدي بقى ايه نغرف. خلي بالكم كل الكلام ده ما بياخدش وقت كبير على النار، وبطلوا تسلقوه، الحاجات دي ما بتتسلقش بتبقى على طول بتتشوح كده بتبقى افضل، بس كميتها ما تبقاش كبيره على الطاسه، خلوا بالكم تبقى الكميه مظبوطه وسخنه، تبقى الطاسه سخنه بس كده. يلا بسم الله بس كده، ورش بقدونس خفيفه، حاجه تستاهل بقكم اخر لذيذة، والريحة تجنن. جربوه قولوا لنا كده ايه رأيكم، وكل سنة وانتم طيبين. يعني انبسطوا ما تاكلوش كتير قوي، خلوا بالكم حاولوا كده تعملوا فاصل ما بين كل وجبة والتانية عشان ما نفطسش، وجربوا الوصفات الظريفة اللي احنا عملناها النهاردة. اول وصفة كانت الطرب المشوي، سهل جدا ما فيهوش ابدا اي حاجة، ما خدش ابدا اي وقت، خلص يعني خلصناه مع بعض واحنا في الحلقة، طعمه خطير. والوصفة التانية حلويات المذبح زي ما شفتوها كده، لذيذة وسهلة وطقطق كده، عايزة عيش بلدي طازة وبالهنا والشفا. أنا بشكركم جدا جدا إن أنتم تتفرجوا عليها، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار في برنامجكم أكلة بيتي. باي باي.